نمر إلى موضوع آخر، فمع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعود الحدث عن أو الحديث عن المفرقعات في الأسواق، فهي تعرض عبر طاولات كثيرة رغم أن الاتجار بها يعد مخالفا للقانون. تفاصيل أوفى مع إسماعيل محبوب ووليد مهاجري. هو السيناريو الذي يتكرر كل سنة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف. هنا بحي القصبة العتيق انتشرت طاولات بيع المفرقعات، شباب يعرض آخر الصيحات، تتغير الأسماء والأسعار. الأهم كيف يتم تداول وبيع هذه المفرقعات رغم أن القانون يمنع المتاجر بها. صح الدولة منعتها، تمنع علينا كاع، ماشي غير صحاب طوابل هنا ويدخل الشاري الزوالي، خاطش اللي لاباس به ما يدخلش، وانا نخدمو غير مع الزوالي، شايف؟ ايه هما يقطعوها هما من عندهم، باش تولي السلعة ما تدخلش لهنايا، والزوالي ما يخدمش، معليش ما يخدمش وما يتسيزاش، وما يعيشش في الخسارة. مادام دخلت هنا سيك دخلت للجزائر ليغالمون، اخويا يقطعها في الايروبور ولا في البور ولا في الحدود، ما تولي ما عندنا لا محرقة لا والو. هذه باينة تدخل بلا فاكتور من الشرق من الغرب ريكلو بلي كونتونر. ايه ما تسيزيونا زواولا، خلي الناس تخدم. إضافة إلى كون المتاجرة بالمفرقعات يصنف في خانة المحظور، إلا أن آثار استعمالها خطيرة جدا. رانا نشوفوا يعني الحوادث اللي راهي تسجلها الحمايه المدنيه وكذلك المستشفيات في يعني عند اقتراب هذه المناسبات وخاصه المولد النبوي الشريف، ورغم يعني كما نقولوا ان هذه المواد يعني هي محظوره يعني بقوه القانون وممنوع يعني دخولها عبر الموانئ ولا عبر الحدود، لكن للاسف الشديد راهي تدخل هذه المواد. في الحقيقه المسؤوليه راها على الجميع، المسؤوليه على يعني الأسلاك نتاع الأمن، المسؤولية على الأولياء، والمسؤولية على المجتمع ككل من أجل يعني محاربة هذه الظاهرة الخطيرة. مشاهد غزو طاولات بيع المفرقعات للشوارع الجزائرية تطرح أكثر من تساؤل حول طريقة تمكن البارونات من إدخالها.